اليوم حصل لنا الشرف في المدرسة العليا الجزائرية للأعمال أن استضفنا يوم إعلامي تحسيسي توعوي. إذن يدخل هذا اليوم الإعلامي المعنون بالإعلام في خدمة المقاولاتية في الجزائر في إطار الاستراتيجية العامة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. حصلنا الشرف كان معنا السيد أحمد مير ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تم عقد هذا اليوم الإعلامي المعنون بالإعلام في خدمة المقاولاتية والموجه للأسرة الإعلامية. كما تعلمون فإن الأسرة الإعلامية لديها مهمة ثقيلة ومهمة كبيرة في تحسيس المجتمع الجزائري بأهمية المقاولاتية، ومن هذا المنطلق جاءت إشكالية هذا اليوم الإعلامي في خلق صحفيين أو إعلاميين متخصصين في مجال المقاولاتية. بعد عرض المداخلات كان فيها ديبا ريش، كان فيها أخذ ورد وعطاء غني بالمعلومات. اليوم التكويني مقسم على جزئين، الجزء الأول محاضرات مداخلات فيها عموميات وحوليات حول ريادة الأعمال والمقاولاتية بصفة عامة، محاضرات، والفترة المسائية كانت فيه ورشات تكوينية على فوجين، قسمنا جميع الحاضرين على فوجين